مساء الخير أعزائي المشاهدين، معانا النهاردة من محافظة المنوفية قوة فولاذية لم يستسلم لما تم له من بتر قدميه، ولكن قدمه اليسرى، ولكنه استمر واستطاع أن يحقق لنفسه هدف في الحياة من خلال لعبة الكرة. الشاب محمد معانا، محمد الغريب، عنده هواية لعب الكرة. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هو فقد رجله، ولكنه لم يفقد الأمل في ان هو يبقى بطل في لعبة كرة القدم. اشتغل حاجات كتير قوي، اشتغل عمل نظافة، اشتغل في كذا حاجة علشان خاطر طبعا مستواه المادي، وفي نفس الوقت تعرض لظروف قاسية في حياته، وهي ان خطيبته سابته بسبب البتر في قدمه. دي كانت اصعب طبعا حاجة تعرض لها محمد. هنتكلم مع محمد بشكل قريب، وهنعرف منه تفاصيل حياته الصعبة اللي هو بيأديها بعد ما حصل له حادث في القطار وفقد من خلاله قدمه اليسرى. ازيك يا كابتن محمد؟ الله يسلمك، عامل ايه؟ محمد طبعا من النماذج الجميلة، من الشباب اللي عندها إرادة، من ذوي الاحتياجات. محمد كان إنسان طبيعي جدا، وكان حارس مرمى، ولكنه حصل له إصابة، حصل له حادث، ده أدى إلى إن هو يفقد ساقه اليسرى، وعلى الرغم من ذلك لم يستسلم. كلمني عن نفسك بقى يا كابتن محمد، ممكن؟ تعالى فضل علشان خاطر. ازي حضرتك يا استاذ؟ ازيك، عامل ايه؟ الحمد لله تمام والله. يا رب انا دايما. اسمي محمد غريب من محافظة المنوفية، مركز عشبون، بلد اسمها الانجوب. انا اول حاجة بتشرف بحضرتك وبتشرف بالقناة. انا شاب عادي، شاب كان حلم كله ان انا بلعب في نادي كبير. طب ممكن نقعد فضل عادي عشان تمام بس عشان تحت. ما تعب ما لا تتعبش لا نفسك. عادي عادي. طب ماشي، ممكن تجيب الكرة عادي، تعالى اتفضل. اتفضل اتكلم براحتك بقى، خد راحتك. ازي حضرتك يا استاذه؟ انا شاب كنت عادي، شاب من قريه ريفيه عاديه من بلد اسمها الانجوب. انا اسمي محمد غريب من محافظه المنوفيه، بلد اسمها الانجوب. انا عادي، انا كنت نفسي كله يعني ابقى حارس كبير، عشان انا اصلا في الاول قبل اللعب كنت حارس، كنت بقى في حراسه مرمى. بعد كده قدمت في كذا نادي، والحمد لله ربنا كرمنا وقبلت في نادي انبي. لعبت فيه فترة بس كانت الحالة المادية بتاعتنا ما كانتش ميسرة الحال، يعني مش هقولك بقى كانت كويسة قوي وكده، لا هي كانت متوسطة والحمد لله. كنت لازم اطلع اشتغل عشان اساعد اخواتي البنات وامي واخويا اشرف، وفعلا طلعت اشتغلت كذا حاجة بقى. انا اشتغلت عامل نظافة، اشتغلت مع البنيين، اشتغلت كل حاجة بمعنى الأصح. بعد آخر كده آخر يعني حاجة انت كنت كده شغال يعني في اتحبست؟ الفجالة. لا انا في قبل كده كنت شغال مع البنيين، قبل كده كنت شغال مع البنيين، وكنت شغال عامل نظافه في مدينه الانتاج، وكنت شغال برضو في قناه،
كنت شغال برضه في قناة برضه في مدينة الإنتاج، وكنت بحسن دخلي بالليل، كنت بشتغل عامل نظافة بقى. لغاية بقى قبل الحادثة اشتغلت في الفجالة، يعني قبل الحادثة أنا كنت شغال في الفجالة، اشتغلت حوالي 9 سنين في الفجالة، وكنت معروف الحمد لله في الفجالة كنت معروف في الفجالة وكلهم كانوا وبعدين عارفيني. قول لنا بقى حكاية الحادثة بالظبط. لا الحادثة دي عادية، كنت أنا رايح الشغل الصبح بدري الساعة 7، وأنا طالع أركب كان القطر زحمة، وقعت من القطر وحصل اللي حصل، وقلت الحمد لله وما زعلتش يعني، وما يأستش اللي انا كده، وانا احسن من غيري بكتير. لما خرجت بقى من المستشفى كنت باجي اتفرج على زمايلي في النادي هنا، كنت بقول نفسي العب زيهم بقى وكده. انا اصلا كنت حارس مرمى، بقيت طب انا عايز العب زيهم اعمل ايه؟ بقيت اتدرب بقى على دراعاتي وعلى رجلي، بقيت مثلا على سلم، انط على كرسي، اطلع على ترابيزه كده، ما جت رجليا جمدت وتراعاتي جمدت، والحمد لله ربنا كرمني وبقيت ايه بتحكم بالكره برجليا وبالعكازات. لغايه جه واحد زميلي شافني وصورني، لقيت واحد بيكلمني بيقول لي محمد معايا، قلت له اه حضرتك، قال لي في نادي في مصر اسمه نادي المعجزات وعايزينك تيجي تلعب معانا فيه. رحت فعلا بالفعل وقدمت، والحمد لله قبلت في نادي المعجزات، وحاليا برضو قدمت في نادي المقاولين، والحمد لله ربنا كرمني، وانا الحمد لله مبسوط بحياتي كده وبعشت كده. وانا دلوقتي حاليا شغال عامل نظافة في النادي هنا، نادي اللينج هنا، شغال عامل نظافة وما اتكسفش ان انا شغال عامل نظافة. اكتر حاجة تعبتك يا محمد نفسيا، انت قلت لنا ان خطيبتك كتبتك لما عرفت الموضوع ده، بس يا الحمد لله، بس انا يعني برضو يعني مش زعلان نفسيتك منها، تعبت برضو، انت زعلان منها. اكيد 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 نفسيتي تعبت، بس انا مش زعلان منها. اصل هقول لك على حاجه، هي كانت متقبلانه وانا سليم وانا كده، وما تقبلت ما تقبلتش الوضع وانا كده يعني، وانا رجليها مقطوعه ما قلتش يعني. هي جات للمستشفى من 3 يوم وقالت لي انا مسافره، طب هتسافري فين؟ قالت لي انا مسافره عند ستي، قلت لها طب اللي هيسافر مش هي من البلد هيرجع. عندك هنا؟ لا لا مش من البلد، هي من البلد جنبينا، بلد تانية يعني يعني هي جت جنبينا. شافتك بعد الحادثة على طول. بعد الحادثه ب3 ايام وبعدين ايه اللي حصل؟ عادي بقى قالت لي انا مسافره، وكان معاها اختها، طب اللي سافر مش هيرجع؟ قالت لي لا انا خلاص انا هستقر هناك. قلت لها خلاص يا بنت الحلال شوف حياتك، وما زعلتش منها ومش زعلان منها، وربنا يديها اللي احسن مني، هي اهم حاجه بس ربنا يديها اللي احسن مني، انما انا مش زعلان منها، انما انا طب انت ما عادي. فكرتش في تجربة تانية يا محمد بعد كده؟ هو كان في تجربه تانية بس برضه نفس النظام. بص حضرتك، انا عمري ما هاخد واحده لما تتقبل الوضع الاول، لازم تتقبل الوضع الاول، ولازم تتقبل حياتي اللي انا هبقى معاها كده طول العمر. مش هلبس الرجلك، مش هلبس الرجل قدامك واجي من وراكي مثلا، او مثلا قدامك هتاني اللي لابس الرجل واجي من وراك اخلعها. لا هي انا حياتها تكون كده على طول، انا حياتها هتكون كده وهتنينه طول عمر كده، لازم تتقبل الوضع ده. وانا الحمد لله يعني مش زعلان منها، والله يسعدها، انا اهم حاجه هي الله يسعدها وربنا يرزقها بالاحسن مني. ربنا يرزقك انت كمان ربنا يا محمد يخليك، ربنا بكل يخليك يا الحالات. استاذ، اولا اللي حصل لك ده قضاء وقدر، الحمد يعني لله. مش حاجه انت اللي عملتها، لا هي خلاص حاجه لا لا بتاعت ده حاجه ربنا بتاعت وقدر ربنا. بتاعت صح ربنا، صح صح حضرتك، بس طبعا الواحد بيبان باصله في الوقت ده اكيد. يعني والله حضرتك ما انا قلت لك بقى انا مش هقدر ازعل منها، ومش هقدر اقول الا ايه اللي ربنا يرزقها بالاحسن مني وربنا يسعدها يعني الحمد لله يعني. طب هي سالت عليك بعد كده يا محمد؟ لا مش انا، بص اقول لك على حاجه، انا مش عايز افتكر، وما كنتش عايز اراجع اللي فات، عشان خلاص انا فتحت صفحه جديده مع حياتي، والحمد لله انا حياتي كده بقت مع الكوره وهستمر مع الكوره، والحمد لله مش ما بفكرش في حاجه تانية الا انا نفسي بس اكون لاعب كبير احترف بره، نفسي العب في النادي الاهلي يعني، دي امنيتي الوحيده، لو البس حتى تيشيرت النادي الاهلي او العب ماتش فيه يعني، هي دي امنيتي الوحيده. وانا هنا بلعب مع زمايلي مع الاسوياء على طول، والاسوياء يعني زمايلي الاسوياء مدعميني تدعيم يعني كبير، وغير بلدي انا اول حاجه يعني بلدي دي اللي مدعماني، واهلي امي واخواتي البنات واخويا اشرف، وبالذات اخويا اشرف بيتني يقعد يكلمني كتير، هو والحاج محمود، لا بلدي ناس محترمين وناس جدعان قوي، واقفين جنبك في لا محتاجك. كل حاجه، لا 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 ده بلدي ديت فوق راسي من فوق، وكلهم يعني كلهم ناس محترمه والله، ان كان بقى من كله، ان كان من رجاله، من ستات، من اطفال، من اولاد، كله كله ناس محترمين، وناس والله العظيم بيحبوا لي الخير، ولما بيشوفوني مثلا طالع في حاجه او طالع في تلفزيون او بيبقوا فرحانين، وانا الحمد لله يعني ما هما فوق راسي، ده الناس محترمه بجد يعني، بلدي دي ناس محترمه وبيدعموني.
وبيتكلموني كتير وبيقولوا لي لازم تعمل كذا ولازم تجري ورا حلمك، وانا الحمد لله فعلا بجري ورا حلمي، واخويا اشرف برضه بيكلمني، واخوات البنات وامي الحمد لله. لا لا انا الحمد لله مدعمين تابعين غير عادي يعني الحمد لله، والناس دي محترمين جدا. وانت لو مش كويس برضه يا محمد اكيد ربنا انت يخليك. يعني كان كنت هتقول عليها كلام مش كويس، بس انت عشان كويس لا 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 تقدر ما تقول اقدرش، ده هي ان هي كانت براحتها. هي فعلا براحتها، بس احنا برضه عايزين نوجه رساله لكل البنات ان الشكل مش كل حاجه، في حاجات بتبقى في الجوهر بتبقى احسن. ربنا يعني يخليك. ممكن يكون مثلا عنده اعاقه في رجليه، بس ممكن يكون في مميزات تانيه كويسه جدا جدا، احسن من واحد بيمشي ويروح ويجي. فيا ريت كل واحده مثلا محمد يفكر يتقدم لها، او كل واحده بتقدم لها واحد فيه مثلا اعاقه او حاجه. اتفضل اتكلم. لا عادي والله انا عادي. هو بص، يعني الواحد يكون عنده اعاقه، الواحده اللي قدامه هي واحده بتفكر في نفسها. الإعاقة حضرتك مش بالجسد، الإعاقة بالدماغ، الإعاقة بالتفكير، الإعاقة بالمعاملة. لو انا معاملتي معاها وحشة هي اللي بقى اللي تحدد، انما الحمد لله انا كان معاملتي كويسة معاها، ان كان قبل الحادثة او لما جات لي تالت يوم الحمد لله، واستقبلتها استقبال كويس، واهل بيتي استقبلوها استقبال كويس. لا لا انا الحمد لله ما ومش طب زعلان والله منها. كفايه صدمه رجليك كمان جت، هي كبرت صح الموضوع اكتر يعني. الحمد لله، بس في البداية وفي النهاية انا اقول الحمد لله، وبرضو يعني انا اتمنى لها كل خير، واتمنى لها اللي هي يرزقها بالانسان اللي احسن مني، والانسان اللي يعرف يعيشها عيشة كويسة. ربنا يوفقك يا ربنا محمد يا يخليك. رب. انت زي ما قلت لي انت بتشتغل دلوقتي عامل نظافه هنا في عامل نظافة في النادي هنا، وفي ساعات بقف مع جوز اختي في المكتبة، جوز اختي محمود اخت توأمتي دي امينة، برضه بقف معاهم في المكتبة، والحمد لله ربنا بيرزقني من هنا وبيرزقني من هنا، وده ماشي وما يعني بقولش انت لا. مثلا مش معتمد ان انت قعدت في البيت وخلاص، انت كمان لا بتخلق لا لنفسك شغل تاني لا علشان تقدر. انا بسافر مصر الفجالة برضو، لو حد عايز يعمل حاجة بروح له. ناس برضو ناس تانية بتبقى عايزة مثلا تنظف مكاتب، تعمل مكاتب، تنظف اماكن، بروح انظف، ما بقولش لا، انا بروح اي حتة يعني الحمد لله، وبسافر وبروح ما بقفش يعني. وربنا يديك والله يا ربنا محمد، يخليك يعني ان شاء الله. الله باذن الله. انت ربنا شاب خليك. طموح جدا ربنا خليك وكويس يا استاذ. جدا، واحنا عايزين نقول لك بقى انت نفسك فيه اصلا يا محمد. انا نفسي والله العب في النادي الاهلي، دي امنيتي الوحيده، والبس تيشيرت النادي الاهلي بامانه يعني. نفسي البس تيشيرت النادي الاهلي، ونفسي العب في النادي الاهلي، ونفسي احترف بره يعني. هي دي امنيتي والله يعني. اللي هيوصلني للكلام ده النادي الاهلي يعني، هو النادي الاهلي ده حاجه كبيره يعني، وهو اللي هيوصلني للكلام ده. الناس هنا ما شاء الله متجاوبه معاك جدا، وبتقول لك لا ربنا يوفقك ربنا ويفرح خليك. قلبك، وان ربنا شاء الله خليك يا اللي جاي استاذ، احلى. ربنا ربنا خليك يا استاذ، يوفقك في اللي جاي ان شاء الله يكون احسن، والف ربنا سلامه خليك. عليك. الله بجد يسلمك. انت انسان كويس جدا ربنا يا خليك. محمد، ومهما نتكلم معاك طبعا مش هنوفيك حقك. لا واحنا ربنا بنقول لك خليك. اسفين لا لا ان انا الحياه تحت عامله امرك. معاك كده، او ان البنات بترفض بالشكل ده لا يعني. والله مش البنات، هو بص في انا مش في بنات محترمين على فكرة، كل البنات محترمة، انا ما اقدرش اقول الا كل البنات محترمين. هو في بص حضرتك في تفكير غير التفكير، انما هو مش لا هو في تفكير بني ادمه غير تفكير بني ادمه. هي في بص ان شاء الله يا محمد ربنا يعين لك واحده يا رب. تيجي اكيد تاخدك على وضعك كده، اكيد اكيد. وهتحترمك جدا ربنا وهتحبك يخليك. جدا، ومش هتحسسك ابدا بان انت عندك اي يا اعاقه. رب يا رب. وانا مش زعلان، والحمد لله انا مبسوط على فكره، وانا كده كده اصلا يعني انا بجري على فكره مع الاسوياء، وبلعب مع الاسوياء وبلعب كل حاجه يعني، ما بقولش الحاجه لا يعني، انا بلعب مع الاسوياء وبروح هنا وباجي هنا الحمد لله يعني، ما مش محسس نفسي اللي انا عندي نقص، وانا الحمد لله مش عندي نقص، ومش كل واحد عنده اعاقه يقعد في مش عارف. طب ما الناس كلها لا، ما فيش الكلام دوت، هو ربنا عاين لك حاجه، وهو ربنا كاتبها لك في كتابك، واحنا يعني الحمد لله احنا اصلا يعني كلنا ربنا بيديني يعني الحمد لله، انا ربنا واقف جنبها واقفه كويسه قوي الحمد لله يعني الحمد لله. ربنا يوفقك ربنا يا يخليك رب، يا استاذ، ربنا يوفقك يا ربنا محمد. يخليك. ماشي، شكرا. زي ما حضراتكم شفتوا حكاية محمد حكاية بجد يعني متعبة جدا جدا. محمد كان إنسان عادي جدا، كان عادي بيروح ويجي وبيشتغل عامل نظافة وبيشتغل في الفجالة وبيشتغل، ولكنه في يوم من الأيام منذ 8 سنوات كان بيركب القطر، والقطر كان زحمة، وقع من القطر رجليه، فقد رجليه اليسرى، ولكنه لم يستسلم. أكتر حاجة طبعا تعبته موضوع خطيبته، إن هي لما
لما سابته، دي طبعا كانت حاجه صعبه جدا بالنسبه لمحمد. زي ما حضراتكم شايفين محمد دلوقتي بيلعب مع ناس اسواق عادي، بيشوط له وما شاء الله بيجيب الكوره زي ما حضراتكم شايفين، هو اللي بيعرف يستحوذ على الكوره. الإرادة طبعا بيبقى لها عامل كبير جدا عند الإنسان. محمد عنده إرادة إن هو يلعب كورة، محمد عنده إرادة إن هو يحقق نفسه ويحقق حياته زي ما حضراتكم شايفين. ربنا يوفقك يا محمد. احنا هنختم بقى مع محمد صراحة اللقاء الجميل. ربنا يوفقك يا محمد يا رب كده، ويكرمك بالحاجة اللي انت عايزها، وتلبس تيشيرت النادي الاهلي يا ده رب احلى يا لاعب رب في مصر يا بحاله. رب والله، هي دي الحاجة الأمنية الوحيدة اللي أنا بتمناها، إن أنا ألعب في النادي الأهلي وألبس تيشيرت النادي الأهلي. وربنا يوفقك بالانسان اللي تقدر تخونك وتحبك. يا رب يا أستاذ يا رب، نفسي والله العظيم. شكرا. ماشي. زي ما حضراتكم شفتوا اعزائي المشاهدين، محمد كان معانا نموذج من الشباب الطموحه، من الشباب اللي ما استسلمش، قال ان لسه الاماني ممكنه، لسه هيكمل حياته، حياته مش هتقف عند موضوع باتل.